ألا تصلح النساء للحكم؟ هكذا انتقد بعض متابعينا الكرام تصنيفنا لأفضل السلطانات على أساس ابتعادهن عن حمى السلطة، متسائلين ولهم الحق في ذلك، هل يجب أن تنأى المرأة بنفسها عن السلطة حتى ينظر إليها كخيرة وطيبة؟ والإجابة هي طبعا لا، حيث يوجد في التاريخ أمثلة كثيرة على نساء تفوقن على الرجال في إدارة الدولة، حيث استطاعت بعض الملكات مثلا الارتقاء بالبلاد والعباد من الحضيض إلى صفوة الدول، ولكن هذه النتائج الباهرة لبعض النساء قد جاءت بعد أن تم تحضير هذه المرأة منذ صغرها حتى تصبح ملكة، أو على الأقل تلقيها تعليما رفيعا جعلها فيما بعد قادرة على أن تنافس الرجال في حكمتهم وإدارتهم. والأمثلة على ذلك كثيرة، حيث نذكر مثلا كيف جعلت كاترين العظيمة من روسيا قوة عالمية ليمتد تأثير هذه المرأة على البلد إلى عصرنا، حيث أن كاترين هي من جعلت من روسيا قوة عالمية. نفس الشيء بالنسبة لإليزابيث الأولى، حيث ورثت هذه الملكة مملكة ضعيفة لتجعل منها قوة لا يستهان بها في أوروبا. وحتى في عالمنا الإسلامي استطاعت أروى الصليحية مثلا في اليمن أن تنهض بالبلد بذكائها وحكمتها، إلا أن المرأة الجاهلة شأنها كشأن الرجل لا يمكن لها سوى أن تضر بالدولة. وهؤلاء الجواري التي أجمع المؤرخون على أفضلية ابتعادهن عن السلطة قد وصلن إلى أعلى المراتب بمفاتنهن الكثيرة التي غلبن بها على السلاطين، فهل يرضى أحد أن تحكمه امرأة وصلت إلى عش الناصر بمفاتنها وليس بمواهبها وقدراتها؟ وهل يعقل أن تنافس الجواري رجال دولة متكونين لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بمواهب كثيرة وباطلاع واسع على تاريخ الممالك وغير ذلك؟ هل يعقل أن تتم تنشئة أمير على كل العلوم بالإضافة إلى فنون الحرب والفروسية لتأتي في الأخير جارية لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا من خلال غرفة السلطان، فتتسبب في إعدامه أو إبعاده حتى تحكم هي أو أولادها في الأخير؟ طبعا لا. كما أن أغلب الجواري التي أصبحت لهن قوة عظيمة قد مكن حقيقة لأنفسهن من خلال إرشاء بعض الرجال، وأيضا من خلال إعطاء المناصب لمن لا يستحقها من الموالين حتى تتمكن طبعا من تنفيذ مخططاتهن. وهذا النوع من النساء طبعا هو الذي لا يصلح للحكم. نعم للمرأة التي قد تحكم بمواهبها وقدراتها، ولا للمرأة التي ستحكم بمفاتنها. ومن هنا جاء تفضيل المؤرخين للسلطانات اللاتي نأين بأنفسهن عن الخوض في هذا اللغط. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن تكون إجابتنا شافية، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.